قول لي رسالة لشخص، مش لازم تقول اسمه، رسالة لمجهول عايز بقى تعاتبه تهاجمه تنتقده توصل له حاجة، مش لازم خالص تقول اسمه، مش عايز اعرف اسمه، بس حاجة بينك وبين حد. والله ما في، مش عارف في اي حد زعلان منه اكيد. يعني فكر كده، اي حد من زمايلك، حد من بره، حد دربك. انا 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 وشيكابالا ما بنتكلمش، انا وشيكابالا ما بنتكلمش بقالنا فتره، واتمنى لان هو اخويا الصغير ان احنا نتصالح لان انا بحبه. بس طب ممكن بالراحه كده؟ لا ليه، ما انا قلت لك اهو مفيش كلام تاني يتقال. انا انت وشيكابالا ما بتتكلموش، دي مفاجاه بالنسبه لي، دي اول حاجه بقالنا فتره والله. فلان انا لان انا بحبه جدا وباقي عليه، باقي عليه، اتمنى ان احنا نتصالح لان هو زي اخويا، هو اخويا فعلا. ده بسبب انك هاجمته في برنامجك؟ لا لا ما قلتوش حاجات كلها تافهه والله، يعني سوشيال ميديا اللي هو الفيديو بتاعك كده وكده، حاجات اي كلام، حاجات كلها تافهه. اصل انا عارف ان انتوا صحاب جدا وبتحبوا بعض جدا. ده اخويا شيكابالا، ده متربي معايا، فعشان كده بقول لك انا وشيكابالا ما بنتكلمش، واتمنى ان احنا نتصالح. طب ممكن توجه له هو رساله، لان انت خلاص توجهت لنا وقلت اسمه كل حاجه، وجه لشيكابالا رساله لو اللي سامعها او حد من حبايبه سامعها يوصلها له. بقول له انا بحبك وما تزعلش مني، حقك عليا لو كنت زعلان مني. انت جميل والله يا ميدو. ليه؟ انت جميل. لا لا اصل يعني مش اي حد في الحاجات دي بيبقى واخدها بالراحه كده انه عادي. يعني لما تكون في عشره ما بينك وما بين حد لازم في حاجات تتغاضى عنها وتعديها. انت زعلت مني في يوم من الايام. صفيت؟ اصفيت طبعا، والا ما كنتش جيت لك. صح؟ انت وانس خلاص ان انت اتكلمت معايا وشرحت لك، ما كنتش قصدك. وشرحت لك القصه. وانت حد ابن حلال وقعك او وقع تاني وقال لك انها قررت تاني، وصلت لك ان هي في المره الاولانيه. والله انا خلاص الموضوع، انا كلمتك وعادي بقى. لما حد قال لك انها تاني، حد انها قررت، فزعلت بقى. الله، ده انا كلمتك وقلت لك، فانت ليه كذا؟ فزعلت. وانا شرحت لك وحلفت لك انها هي نفس المره اللي انت وانس ان انت وضحت لي، انا خلاص انت حسيت ان انا جوايا حاجه. خلاص الموضوع انتهى. ميدو، انت شايف نفسك فين في السنين اللي جايه؟ سؤال انا يعني بساله مره تانية، لان انا شايف ان انت عندك حاجات كتير جدا. انترفيوز. وات دو سي، وير دو سي سيلف؟ اللي هو كانك داخل تشتغل في الشركه. اهلا بيك في الشركه. طب قول لي، يعني انت في الاخر شايف ان انت عندك حاجات كتيره جدا زي ما الناس شايفه؟ هل ده ميزه ولا عيب؟ ميزه. طيب، يعني انا راجل الحمد لله، يعني بقى عايش الفتره بفترتها. انا وانا بلعب كنت بلعب، لما حللت حاولت اعمل الشغلانه كويس وحاولت اعملها، لما دربت عملتها الحمد لله كويس في حتت وحتت تانية اللي ما كنتش موفق، وانا دلوقتي اعلامي بحاول اعمل احسن حاجه ان انا اعمل محتوى مختلف واقدم البرامج بطريقه مختلفه، وفيما يعني ويبقى برضو في وسط العرف وفي وسط الميثاق الاعلامي وكل الكلام ده كله. لما بشتغل حاجة، لما جيت اشتغلت محلل حاولت اتعلم من المحللين الكبار اللي اشتغلت معاهم، لما جيت اشتغلت مدرب رحت درست وخدت الويفا السي والبي والاي، وهخش البرو، هاخد البرو. دلوقتي بفكر جديا ان انا اروح ادرس ميديا في البي بي سي. حلو. البي بي سي بيعملوا اوفر سيز كورس، هروح ان شاء الله هاخده، اوريدي بقدم عليه دلوقتي، وانا يعني الايام دي هروح اخده. لان انا مؤمن ان اي بني ادم بيشتغل شغلانه بدون اديوكيشن وبدون دراسه فهو ما يعرفش حاجه، وده انا شفته يا كريم، شفته لما اتعلمت تدريب. وللاسف انا كنت، انا اتعلمت تدريب او ان انا رحت ادرس تدريب بعد ما كنت اوريدي دربت الزمالك والاسماعيلي ووادي دجله. ففوجئت لما رحت انه ده غير ده خالص. ايه يا عم ده؟ انا جاهل، انا جاهل، انا بجد جاهل. انا في حاجات بعملها اللي انا كنت بعمله ده غلط. بيعلمك بقى، التعليم حلو فعلا، التعليم نور زي ما بيقول لك. بيعلمك بقى ازاي ان انت تختار مجلس اداره تشتغل معاه، وازاي ان انت لازم تحفظ الايدنتيتي والفلسفي بتاعت النادي قبل ما تروح تشتغل. عشان تشتغل في، يعني ما ينفعش تروح تشتغل في الاسماعيلي وتحاول ان انت تعمل فرقه بتلعب كاونتر اتاكينج تيم، تبقى عبيط. فاهمني؟ لازم تفهم هويه الاسماعيلي، شخصيه الفرقه وثقافه الجمهور. هويه الاسماعيلي ان انت لازم تلعب كوره حلوه. صح. فاهمني قصدي ولا لا؟ فبيعلمك حاجات كتيره جدا انت وانت بتلعب، بس او انت عمرك ما تفت تبص لها. يعلمها لك بالورقه والقلم والامثله. صح. رئيس الزمالك القادم من وجهه نظرك مين؟ والله لو اعرف، انا لو اعرف يعني كنت استريحت. يعني مرتضى منصور، احمد سليمان، وعمر هريدي. تتوقع ان مرتضى منصور يكسب؟ لا، منافسه ما بين مرتضى منصور واحمد سليمان. شايف نفسك وشايفها رئيس؟ هتبقى منافسه قويه والله. شايف نفسك رئيس الزمالك في يوم من الايام؟ ناوي على ده؟ مدرب الزمالك القادم
ده حلم من احلامك مره ثالثه او مره يعني ما بفكر، بقول لك ما بدورش على شغلانه بس نفسك يعني انت ما بتدورش بس نفسك. بص انا مسكت الزمالك مرتين تمام، المره الاولانيه مسكت في وسط الموسم وخدت الكاس ماشي، وكنت سيء الحظ في الدوره الرباعيه رغم ان خبرتي كانت قليله، ومسكت الزمالك في اصعب فتره ممكنه وهي فتره تغيير الجلد وقدرت ان انا امر بيها بنجاح. مفيش مدرب كبير الحمد لله عنده خبرات كبيره يقدر ان هو يمر بالمرحله دي. ومسكت الزمالك في المره الثانيه في وسط الموسم واتظلمت لان انا كنت شغال كويس جدا وما كانش فيه صبر عليا. ممكن اقولك ان انا نفسي ان انا في يوم من الايام ادرب الزمالك تاني، بس ابقى في بدايه موسم، في بدايه موسم وانا اللي عامل الفريق بتاعي. وزي ما انا شفت لما عملت الفريق بتاعي في الاسماعيلي بهدوء، انا عملت ايه؟ انا مؤمن ان انا لو مسكت الزمالك، ومش بقول كده دلوقتي، الزمالك يمتلك مدير فني طبعا في يوم يعني في يوم. مؤمن ان انا لو مسكت ما عندي السبورت بتاع مجلس الاداره، وان انا عندي اللوكسري او الافضليه او ان انا الامكانيه ان انا رفاهيه انك تضم صفقات إن اكون فريقي وان انا اعمل فريق على فكره حتى لو من ولاد النادي صغارين، اكون فريقي واشتغل ويبقى فيه صبر عليا نفسي. طبعا لان التدريب فيه باشون عمرك ما تقدر تلاقيه في اي شغلانه تانية، حتى اللعب اللعب خلي بالك التدريب فيه باشون اكتر من اللعب، انك بتكون ومسؤول عن الفرقه كلها طبعاً وحاجات طبعاً كتير طبعا. واكبر دليل على كده ان اللعيب بيخسر ويروح ينام والمدرب بيخسر وما بينامش 3 ايام صح صح.